بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدنا وكيل لحاد كصاب سنة قضية الحكم على الناس إسلاما وكفرا كصاب سنة، وفصل كي كوبات بين صور دمينا، فصل كلوات بين مانت إن شاء الله تعالى بالله بيننا وكصاب سنة في تكفير المنتصب للإسلام. قفك ونصب شيئا أما إسلام كشيئا goorma la gaalaysiin kara. ujeedadu qaybta hore waxay ahayd in la xakameeyo xukumkeena lagu soo dabaalo xayndaabka shariicada markay dadka aan u xukumayna islaamka iyo waxa loogu xukumayo. waxaanu soo maray dadna khulaasayno qaybtii koobaad. waxaanu soo maray shaaricu inuu soo afxiray rahmatan bil ibad, waxa la yiraahdo dalaatul hal. دلالة الحال في حق الناطق بالشهادتين، وحشاتين كقول واقع إن دلالة الحال على اعتبارنا إنه الله يسكتوره يحق على يسكتوره والله تحكينه شهادتين كقول واقع لون حكم من الإسلام كصوغ علي إلى كفر لجو أركه بالقول أو الفعل إلى كفر لجو أركه بعدما نحكمنا إسلام نمو وكان كفر كارنون بانجالي سيرنا، لكن أنت كهر رئيس وإن لا اعتباريه النطق بالشهادتين يوحي لها المال. وين صومري الدلالات كي احتمالات كا تصهي الروح الشهادتين قفك الشهادتين انه ولي باقي كويا قال لما دهوري كل جد وغير معتبره. اي دلاله يا اي احتمال كستا او تصهي احد كان الشهادتين اسلام كان موجسان هي انه باقي كويا قال لما دهوري وغير معتبر شرعا. هدي مركا بعد النطق بالشهادتين وكفر المغضنة بعد الحكم بإسلامه انت الإسلام حكمنا كدبان قال لما كوارن لو مدعون وي كفر داين وكفر هراءها والمركا ينوم موقتين وقرسني ومركا وحون نقرن يا قاعدة اللي ورنجر الانكشاف لما كان مستورا والعلم لما كان مجهولا في حال الحكم محكوم بإسلامه ظاهرا. أما وحكم النغن قاعدة دي لو يقان التفصيل الهادم للجملة، يعني الروحي قال لهم يهودية ورانكو أوغين نصراني بوها مجوسي بوها شاتين كي بقول رواق إسلام كان سوق ليابور إسلام بنروح كوني بعد ما الإسلام روح كوني يا وحنكو أرجع أصور ولد دوادها هي يهودية دي يا نصرانية دي يا مجوسية دواهية كاو حالسكو خلافي وحلو حكمها هي كافر أسلئة مسوى مرتد ومسألة بحث خلافها وانقاري دونا إن شاء الله تامرك وحلو يقانا وحنا قرصونا أو موقضوع عداضي شيئا أغين أو ينوع عداضي مركا، لكن قبل العلم بينو كهالليني انتان لأغاني حالات ديس معانا حكومة إنا انكشاتين كالليمات هذه مركا كفر عضاد وطاري هو حسبي هينا احكام المرتدين بالقود درنا باجماع المسلمين على يتحلو عن صوم مري الحكم بالاسلام لمن اظهر الشهادتين يوحي لنا معنا انه يحكم معلوم من الدين بالضروره اصل كان ان لا بحي كان الا بدليل شرعي. وحن صوم تبعيه دار تروح على الراعين كفر واسلام انه هي مجهول الحلك اجماعا منك اصو اسلام موجست اما قال موجست في اي بلد وفي اي موضع وفي اي مكان يهي وحو موجست حكم كيس الله الصيني اما اسلام اما قال لهم منك اسلام موجست في دار كفر ومسلم كي قال لهم موجست في دار اسلامنا وكافر نور بوحو موجست ايو الله الصيني حكم دارنا وحال الصيا منك مجهول الحلقه ان قال لنا كم وقن اسلامنا كم وقن ترى ونسو مري خلافك كجري كفارة التفريق قد يكرا قائد وضعنا والنسوم مري قبل وحي أهيد ومقصودك أها حري طلبة العلم منك شهادتين كقول واقع أما شعائر الإسلام كظاهر كاللي مادة أما أمارات كاللي أركب بدون اشتراك اللي أركها الله حكم الإسلام نمو في أي بقعة من البلاد ما يشدونها تشوقو ما يشدونها كن ولا قد يضع مركزي جود بين ولا هالليني تفصيل كالضمبيكو إيمان عند القتال والجهاد إيمان دونه طائفة ممتنعة يا طائفة غير ممتنعة لك لقائد وبحثك لي يعني لو خلطمين مركز إنه كهاللينو روح مسلم كن وقضاء وحملينا هاي إنه موجستو شاتي يوحي الله معناه قال لمن أن نكوغي في أي بلد أوجوغو ما يشدونها كن ولا بقعدو دون هاتشو كان يسدها دحشو هدو دون لظرف خاص مسدها دحشو يعني الروح شاتين هدو ليما دو أما شعائر الإسلام الظاهرة إنه كو أرقنا أما أمارات كي خاص كأنه كو أرقنا أيضا لو ذاك المسلمين وحنو حكومنا في أي بلد في أي دار في أي منطقة من أي شخص إسلامي من حكومنا هاي نوضن بيمرك وقفك مسلم كا قالوا ممتنعين أما طائف الرد دحجوغا محاول حكم مسلك لو ومركا وحنو كالغاية دونا نفتي سي مال كيسا ودمكي سي مال كيسي حكم كيسا آخر وان قارد دونا وتاوا بحثك ليان لو خلدين إذا صحابته اسكو مايسن خلافين ومن تبعهم بإحسان من التابعين إلى الفقهاء فقهاء أهل السنة إن قفك الله حكومة إسلامية في أي بلد وفي أي دار وفي أي بقعة حلو حكومي بالشعائر الظاهرة وبالأمارات الخاصة قد يضع انتهى خراسية وهذه الله حكمية قد يضع أيضا هذا حنقود بيننا قفك إسلامية وحكومي الذي أسببت الشريعة والشيكتان أما وحكومي قاب كيلو قاليسين كرا سي لو ضبطيو قاعداداس لونا أروريو فصل كوحانو قيبنينا مركا قواعد دورة مركا ورا تعريفك كفرقا نكور مرينا كفرقا أنواع ديسة وحيابها كفرقو كحقيقوبو ساسين أسعينا إن شاء الله تعالى تعريفات بغني قيحتان فربضان قلي ما هي ما دام طلاوة العلم التيين كلمة دون ضد خاص الله وطلقلي إذن كابارن كرا مركا لكن حبن وينات كم بنسوق بنية وحن لنا هي قاعدة كبيرة القاعدة الأولى الكفر عند أهل القبلة وعدم الإيمان بالله إجماعا وإنما اختلفوا فيما يتحقق عدم الإيمان بالله وكل طائفة ترجع في تحقيق المناط أي عدم الإيمان بالله إلى أصلها في مسمى الإيمان والكفر قاعدة صحوي أهل القبلة والدنبا بدع جودي سن جودي حسكوا وافقين كفر إنه يهي قال لما ما حيتاي وحسكوا وافقين قال لماذا وإلهي ولا الرومين وعدم الإيمان بالله اتفاقا من والبو إسلام الشيكته هدي إذا قال لما قيح وتعريف وحوليه هاي وعدم الإيمان بالله أنت مركز حسكوا وافقين وحي إسلام الشيكته إنه كفر وياهي يوحسكوا خلافين عدم الإيمان بالله ما حيكون الكشاء قورمال ورنا يقف كان إلهي مر ما يسنو مسلما معها وإنما اختلفوا فيما يتحقق فيما يتقوم مناطق أصغر عدم الإيمان بالله جهمي معتزل خوارج أحد والباء وانكوض صعرنا إنه كفر هاي عدم الإيمان بالله لكن إنك خارجي وحوليها هاي عدم الإيمان بالله وحيكون جليسا أي ذنب أو الغضب إلا إن كوارته كوكو تكفيرية وإذ فان ذنب إلتها جهنم وحكولية عدم الإيمان بالله وحكور قليسة اعتقاد كفر عن الله تما أضر نول بمركة وحي وكور قليلها عدم الإيمان بالله وحقول الله بنية وعلني أسل كسائها في حقيقة الإيمان والكفر حقيقة الإيمان حقيقة من قابكو تعريفيه يكفر جنا ضد كيس كدجيا نوم والبمركة الكفر بالله وحكو حقيقه بي أما كير جل يحول الله بريا وح أكتس وقاها إيمان لك صور الله بريا قاعدة مركو إنسان اللوج هذا أولاً سكر عند عينين ضاي أهل السنة والجماعة كفر ساس أوقحين قيحد كفر والله وضع صعب مسألة إجماعية خلاف كم جرم على سو خلافي أفراد أقواش يا أفعاش يا اعتقادات كأيو تصورات كالوجا قالوا يا أفراد أسالسكوها يا ونول بوع عشان يا أسل كيس في الإيمان ننكي قبي إيمانك وقول يا عمل يا اعتقاد كفر كان سيدو كله أيو كردقا يا ننكي لها إيمانك ومعارفه كفر وحكردقا يا الجهل بالله ننكي قبي إيمانك والإقرار بالله أيو الاعتقاد فقط وحكوله كفر وحوي واعتقاد فاسد أيو القول اللسان الكفري وافعاشه من نقدان كفري بكورية نول بإيمان حقيقته إيه قانيب مقابل كيس وحكدها هي حقيقة الكفر مين اسفاني قاعدة الكسان قاعدة اللبات كفر وحقوق يسمى اللباقي الكفر ضربان تصريح كفر تصريح وكفر تأويل كفر المآل والي هذا كفر التصريح قاعدة لباد إن حرتوا أما طلبوا فهمان أما ضدك إن متابعي أي فهمان وأساسي مهم جدا وهي أدان لفهمنا دبلا باك إيمانية فهم دروا أقواش السلف كي أحكام توضا قام ضيك قاتنا طوائف المخالفة وحاصل باتكو وريريسا متأخرين قابك مسألة كوها ينباتكو كجها وريريسا كفر لبوا النقضاء لبوا النقضاء كفره كفر التصريح وحلا يجادو كفر التأويل أما كفر المآل كفر التصريح معاك وضناه كفر التصريح وحلقه وضع عند أهل العلم شيء أتكون عدو قد يسوء إن شرعه أي كحكم تقالم فالكن لقوة أركيد سميسي أما وردن كاسو بحضي أما اعتقاد كان لقوة أركيد آمن سنتهي أما فهم كان آد قادتي فالكن السقع يشرع وحكو حكمتي بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر أدلة شرعي قد قرن يسير يوحي حكمتي إنه كفر أكبرية شيء بحد ذاته كفر يوحي لو يقانا كفر التصريح كفر صريح نوال كترك الصلاة صلاة والله قد مثلا يدون اعتقال الله فيرين أو حكى الله فيرين وحلولي يعني قفك مكلف كي صلاة كس أوقاتك وكافر لماذا؟ محو كافرو هاي صلاة كتجديد وهذا أو سمي وكتج الظهر عصر يا مغرب عشو كتجي أيا وحيت هاي أيا وحية تركك أصقع كفر بنص السنة هي ظاهر القرآن هي إجماع يسوق قرين وده قارقد على كلام فيه سيدون بهالنقطة هي قياس معتبره ما ربنا الله قياس قضانا يسيد التوحيد كوكله قد يضع سمرك الاستهزاء بالله نبي قول الله عايو الله الله عايو شريعه اللي وحد قدبه يعني تكذيب نبي قول لبينيو قيام لبينيو شيء معلوم من الدين بالضروره اضو قرن ياديده يعني شيء هدول بحد ذاته كفر شريعه اي كحكمتي نينك لي ما دو حالنا وكافر كفر جيسو نوعيسو وحاوي هي كفر التصريح أما كفر الصريح مين يسفعن كلبات كفر التأويل بالليل هذا أما كفر المآل بالله يقنا محوية أصبه وارتكاب شيء ليس كفرا في نفسه ولكنه يستلزم الكفر مع مناكرة المرتكب للتلازم وهو التكفير باللازم أو التكفير بالمآل كالتكفير بالمخلوقية القرآن والتكفير بالقول بأن في كل جنس النبي من كالقردة والخنازير والدواب لما يؤدي إليه من وصف النبوة بالصفات الذميمة ونحو ذلك. ونسبانها إلى التاء كفر التأويل وأتقرتين كفر التأويلكو أما كفر المعالكو أما التكفير باللازم المذهب وحيابس كله بالوعد لاقي على فروقنا ووضع حيساي لكن سجود مرسوق بنا إنه وإن تقول على الشيء بطميس قول ويربطك هذا الشيء أما اعتقاد بات آمنتي وحبات آمنتي أما فالبات فميسي فالكا أما ويردا أما اعتقادك الله تمد بحد ذاته شرعه كميسن حكومين قال نيمو بحد ذاته قال نيمو نص آيات حديث أو ما هي إجماع مثلا أدلة شرعية أو ما هي لكن وحا أدلة له ويردا أتكو هذا الشيء فالكا فميسي وحا كدلنا وكينا يا قال لما فالوحات فميسي نينكي فهانسن ويردا معنا فهمها يا حالتنا الله وليها مساساتي وحاتي وحاكا دانا يا قالنمو مرهدي وحي اتي قالنما اي كدانا يسو قالنما ايدا كدراتي وركا بانكو وحكم هايا وحلو يغنى قياس اللازم على الملزوم قياس اللازم على الملزوم بلا في الاصول وفي علم الميزان ليلى هذا وحانت الله سبحانه وحا شرطي مركز تكفير بالمآل له أما تكفير باللازم مذهب لليه أما كفر التأويل وليه قفك ليمد ويرداس أو كردن ليه قال لمدو أي كردن ليسو ليمد إنو إنكرسان يهي بها شرطئة أحد كاسي تلازم كإيمان بين فعله وقوله وبين لازم قوله ولا مايا كما دان ليه قال لماذا شكتين إيمان لازم يسو ويردان إلي وصح وحق وحاد شكتين شغل كمالي ولو انكرسيا مع مناكرة المرتكب للتلازم. هدو يجري هذا صح وقال لماذا كرر لنا سوابا امسانا كفر التصريح ليس بدليس. حلو وارد ايضا وحا كرر لنا قال لماذا لازم كما آلك القران ستين قل لك اذا بنقبها هدو يجري هذا. محل لنا هاي عالت المسألة مسألة وعي عولنتي محي وعي عولنتي الى كفر التصريح ان تساوي فانتان بالربا وحول الاسكو خلدين تصالة قابا طوائف من أهل البدع وحيدا القرآن هو كلام الله مخلوق القرآن هو كلام إله مخلوق إلى هذه طوائف من أهل البدع وقرنيسة من قال بخلق القرآن فهو كافر آيات أرنيسه سهل الميسال أنا ما أعرف سلف كنا مكينين حديث أرني من قال القرآن مخلوق فهو كافر وصحيح أنا مجره موضوعات عديد ضعاف وفربضان والله شو الشيء لكن حديث صحيحة مجره ولو حسن مجره إجماع مسلمين وبدعة سمركي سوكر لقون تمل عفوا كهريين مجره إجماع سابقة لأنك مبتدعة بدعة اللي يمد بدعة اللي قلت تكفيري السجا ضدك وسوق قاعد لأن وراء علماء خلاف كودي إجماع نقول معي وإن لا له إجماع كهرية السابقة نينك مبتدع مجتهد كأقوان تلك حقوقها في المسألة عضو أتر وقال لهم أصنعوا كيري مايا قال لهم هو إسلام نمو إنك إسايسان إسكو عصر نوانا نعبان كامر بقول كيف السجاشن السجاري النصب أنكو خلافنا كافر باطي بإجماعنا ولا اعتبارا لخلافك لما أرنكره ما كان إجماع لو تكفيرنا آيات لو تكفيرين كرتا الاحتجاج بآية والقبسان كرتا الاحتجاج بآية بحديث نبوي والقبسان كرتا قياس يا أدلة لو عسن كرتا لكن أدلة دليل الإجماع مع عسن كرتا محير أنا بمر ما هي قرمي إجماع قنتمية كلها أنا بسود تاجاني قرمي إجماع قنتمية يشانتي معهم مسكلون مهريابة وابن دودة هيابة كلها doodod waxba kama jiraan oo gaal baa tahay warintana waxaan la iimanin maxaan ah muslimiinta kamid ah haddon hawsha la iimidna idinka warkiina ku gaaro maayo ijmaac kale oo igu horeeyay ee ka almuhim ninkii quraanku waa makhluuq aayad iyo xadiis iyo ijmaac saabiqa oo oranaya ninkii sida yiraahdo waa kaafir ma hayno laakiin waxa lagu leeyahay quraanku waa kalaamullah kalaamullah waa sifa daatiya من حيث الأصل حدث الآحاد وذكر النيسان نوع هاني يحالك القضاء عين تاكم مشغول ما وصفة من صفات الله كلامك صفة ذاتك هذي مخلوقا نقطة موصوف كنا مخلوق بنقنية أديك بن آدم كورك هذه هذا الكذا هو مخلوق محير أديك مخلوقة أديك قل هذا مخلوقة وحديث بعد أن لم يكن إلهي تلمانتي يصفة هذي مخلوقا نقطة شيء لأبورين نقطة صفة أحد كذكرها أنا مخلوق ونقونية هذا إلهي بقى مخلوق أو بشر وكلي بني آدم كي مخلوقات كي عرش كرسي وكلا ذات هذا كافر باطي بإجماع المسلمين من قال بمخلوقية الله هو كافر بإجماع المسلمين بالدليل العقلي والنقلي هو كافر كويا إذن نيجي القرآن هو مخلوق حال هذا هاي مركز ربطينات كتب ليسيسو بالمآل وباللازم حال هذا هاي القول بخلق القرآن يستلزم القول بخلق الله بمخلوقية الله إذن هذا الكهذا واتر القرآن هو مخلوق وحاكرد شوك لازم إلهي مخلوق يهي منك إله هو مخلوق يهي هو كافر بالإجماع فأنت كافر بمخلوقية القرآن لماذا؟ لأنها تستلزم مخلوقة الخالق إلهي باكرم لي وحدي كرتا ضدر القرآن هو مخلوق وحكرم إلهي علم جيزون مخلوق يعني محيل القرآن هو من علم الله علم إله دون مخلوق دون نقدان محكرم هي إلهي إنه جاهلية هي أو مركو علمك أبو روم وحقانا هي أما أصدق الله هذا مخلوق يعني إذا إنك سمحا بمك الوحي روامح هذا الكيسي أها قرآن كوا مخلوق قال لما كذا لا طيبا لقول شيء كذبنا ماشي يدون تاكل هذا الليل ركوات فانتين بنمري قل يا أهل البدع وحيقبا مخلوق السوء الدون كتشوك ربي أبو ري النبي هو صدري ضافروا النبي بيليه دمير تيتيدو أما عيشك وحيلها الأنبياء كتشرة دانيرو أنبياء كتشرة دحرقوا أنبياء كتيرة وحول بو حيوان أما فول حماض أما هليتو أما صبابير هي شو أما هي نبي الرسول بيليه لوصد رأيه كترسن wadaaddu waxay dhigeen ninka sidaa waa kaafir limaada warkiisa waxa ka dhalanaya nubuwada in la qoorsado la xaqiro nabi daanyar xaqee la geynaya soo la qashiisan ma nabi doofara nabi muxuu aha barambara dabartuutay jiqjiqliye kadalan وحالي نيو وركينا مخلوق استوى أدونكم كنا ما من دابة إلا وفيها نبي كجرة وهكا إيمان هي صفة النبوة وهي شيء كراميسا لا حرمية قدريسا وي لا وينيو إن تكدكتان وحن معاه لهين ولا قشين صدو احتقار وصف لنا ولا قشين صدو وحكي مادة أنت وقال لي معك ما عظمه الله بالله قرصنية تعظيم ما عظمه الله تحقير ما عظمه الله وكفر بالاجماع تامرا ملا مركا قليان محل لازمي كفر بال لازمي قليا وحيد هذين جاميد وكوت قرنيسان الضمض فالكي سمين ينزيندا اما بينتا اما ظلمك اما جورك اما حد كذبك الهي بابورية فاعلك ربطة او الله يد هذين الضمض هنا ومجبرون أو مجبرون في صورة مختارين أظنكو وحيد مقالها وحيوغي هاي إنه واحد دوران فلك أسقط دوران لكن ما الدوران هي وكقس بين هاي فلك والصمين هينا وكتحريك الرياح للشجرة كتمايل الشجرة من أجل الرياح جيتكو الروحانية جيتكو وين الروحانية أدو واحد مويز أسقط إنه إسكي الروحانية لكن وحاوضة ضبيل بالروحيس إذا ظلمك فسادك فسقك وحو البوق قال لما أضمضوا أي سميان فاعلك ربك يا سميني والله يدادي ولا يحلي قالاتي ولا إلزامي حق لك إلزام أنت لقاني وحكا لي وعلقوا لي وحنكو إجماعاني منك إلى إلهي هو ظالم أم إلهي هو جائر حنقصوا محي وكافر بالإجماع طيب إذا فلكا إله تصمينه محون غنية الضومضة فلكي سمينه بفاعلك ربطة سميها ربطة دعاليها ظلم كان يا فسق كان يا جور كان يا سمي الله بك لازم بالليل هذا الضومكم محوها واسطه طيب مركب حال لي منك تصريحا أويل هذا الله هو ظالم وكافر بالإجماع نينك عقيدتيسي وردو آمنسي مقالديسو أي كدلتو إلهي وظالمنا أصنا والله مد بيده لأنه أضومضو فلكي سمين هيان الظلمك جوركي فسقك حقيقة فاعلك والله مطير علينا هذا بعض الكلمة وحكى لازمي فاعل الظلم والله وفاعل ظلمنا بالإجماع ومحي وظالم هذا إلهي وظالمك سبب كفراتهم مآل قولهم بالغو تكفيرهم قضية أيضا مركوة وحلو يقان التكفير بالمآل التكفير بلازم المذهب يوحي لها المعنى إذا كفر وحون ولا بقى يبوت كفر تصريح وكفر التأويل شيء قال الله من الصواب قال الله من هدو بالدليل في ذاتي وكوي هي كفري وكفر تصريح هذه وركة وحكرنا هي لو تكفيرنا هي كفر المآل ساء كلافان هل مسألة مركا أنت المامي مهم جدا قضية أنا مركا لمرة كفر التأويل أما الكفر التكفير بالمآل وقضية دقيقة جدا لبدن آدسك إلى يعني لقود دقيقين ضد كان يعني لقود تكفيرنا بدون تفصيل من غير تفصيل إسك إلى معايا لي دور قضب يعسكن إشكالية كجر التقضية عن التكفير بالمآل وحيابي متكلم سوق قولي هؤلاء هذا مشغول معي لكن إذن كنا فانتم مع ربا خطورة أي لا داعي التكفير بالمآل من غير تفصيل أظن استفسال صميم المسألة كو صورة هدوه الرسالة سوقا نمسدوه الرسالة هيد القول بخلق القرآن لسكو تكفير يعني سوقا ظنه لازم ملزومة ماشي يلا لازمكو والقول بخلق القرآن عفوا ومخلوقية الخالق بان ربا لازمكو وحوي إلهي بان مخلوقا لازمه ملزومك لقد بلان هينا ومحي والقول بمخلوقية القرآن إن ترى القرآن كان مخلوقة القرآن كان مخلوقة وملزومك لقد بلان هي محاكد شيء لازم كفر إلهي بان مخلوقه خالق بان مخلوقه هذا ملزومكي لغا دلنها غالنمدو اي كا دلنيسو قودغيسا انو باطل يهو فاسد يحي وا غير معلوم من الدين بالضروره ويدا نينكا وا كو هادليا قرانكو وا مخلوق اني باطله تاي او سان صح اهين دليلك لو دليشنيو وا دليل استدلالي اه نظري اه اي دليل معلوم من الدين بالضروره هدو جيرو لسنا خلافين با مرن بما جيرين قضية مركي إشكال بيكون كنيس ملزومك لا قدرني إيه قال لي ماذا دلني بوحال جويري فساده وبطلانه وغير معلوم من الدين بالضرورة وإشكال ماشي كجرا إشكالك اللبات وضوح الملازمة بينهما ملزومك ها القرآن مخلوق يلازمك ها الله هو مخلوق تلازمك هذا حياة عدانتيس إن إسكتلن هيا oo dhihnigu iyo aqligu markiiba iska dhiraan oo kala dhalinaayo oo kan uu leeyahay kana waalid kana waa wiilki oo maqaaladan wadan oo ka soo siibayo wuduuxu talaazum baynahuma asna wa ghayr ma'lum bil qat'i wa darura wa mas'ala daqiqa jiddan nadariya ruuxu mas'aladan ka hadlaayo oo kalaamka uusan ku dhuroofin ba uusan u fiirsanin ba inuu yahay sifa dhatiya ama sifatullah موصوفكو صفته هذا نقطة مخلوقنا موصوفكو مخلوق نقونايو بحث جابا آدي آدو لو بررو معي وبحث دقيقة مركب وضوح الملازمة بينهما أي بين اللازم والملزوم سيسكو ولا جايين حقنا يسوق على فوقين ككلام منك كلام ضليو آدي آدو مع عضو على سبيل القطع والضرورة يوام هاي من باب النظر والاستدلال بولي هوشو تاجنتاي قضبك صدحان إن شاء الله كوكرة وحوي عدم الالتزام أهل البدع وحي ما لازم ما التزام هايان ما قايب هاي ما كل يد هذا ودينا وحاكر الله يوحى يوحاس أو قال لي ما بالاتفاق ما التزام هايان وان قايبنا وان قالنا وأقول الله يرن ما هايان إما للجهل وإما للذهول مر هدان له من مركة ننكي ليمد ملزومك ليمد وقصد كيس وقصد لازمك كفرجا مرهدون عضانين وصبنانك أولين إذن روح وحسن وقصد لقوم جالسين كرو فل يوارد وسن وقصد لقوم جالسين كرو ما واحد نكهذا نكفر إلا قصد تاسي شرط ما ما ربنا بنقول عليه لكن وارد ناسي روح وإن وقصد هو جالسين يعني وإن وقصد إلهي با مخلوقة خالقة مخلوقة وإن وقصد وإنه آمن سيئي وإن أطفال كيس أموتيه وإن أجيدا هذا وإن مرك الله شيء أجيدا وأن أقلها يعني مرهديش القصد إلى الصاب لواي حكمك التكليف كان شو كبحها لأن القصد إلى الصاب هو شرط في الأحكام التكليفية إشكال كالقصد صنك إيمانية إشكال كأفراد إيمانية وحاوي نينك القرآن هو مخلوق يلو ملزوم كان لازمك انت بدن وانكريا ودي ضفريا الله مخلوق ودي دنيا وانا سيدا بدن بل وحو قبا الهي با مخلوق الروح ان لا جاليسيو هذا مركا نين سيدا قبا وحو سن قبن سيدا او جاليسين وي مركا اسيغا كل اله وا مخلوق نك وا كافر ويرديدونا ان كو هلي ملزوم كان لازمك كفرك شيكت كما دلنهايو كيدي وانا ديدناي بل وان كو غاليسيناي روح سدا يلادا انا هو يتالمي مربا داي كا سو بخداي ملزومكي كفرك او كايبيده اها ملزومك كفرك دلهايان ربا اي اها القران مخلوق وحان كوغو دجينهايا شئت ام ابيت لازم بان كوغو دجينها ان تلاله تركيده وا تلابو او باهن كفيرسي كفيرس وباهوي إشكال كشنات يكوبو من مكان مثل مرز وحاوي وحيسكو خلافا وداده أهل قبله كفر ويا تكفير انتو محكم سمعها مسوى عقلي وإنه قاعدنا قاعدين كنت المام دونا نينك قابي تكفيرك وكفرك وحكم سمعها ولا مجال للعقل قباه التكفير بالمال لو ديديا لأن التكفير بالمال وحال عسكروا محي ودليل العقل تلازمكم حلقوا قاعدا هنا تلازمكم مر عرف قالوا قاعدا مر شرعي قالوا قاعدا أما سمعي عنده برنا عقلي هنا تلازمكم حلقوا بالعقل وتلازم ذهني إذا نينك كفرك وسمعي قبيبة ما دي كرتيد ويدعاتي عقلا وحكا لازمية وحي وحاسا كدامية شيء كذا شيء هذه ميزانك شرعي الله صارنا وكفر فأنت كافر إن أضاضه إشكال باقول من يحد قبطي وإنه يا كفر ويتكفيرك سمعي ولا مجال للعقل مركب محاضن إيس ريزا ومركورنا قضية ده قضية عقلية وقدك تي مركب تلازم كهالليزي مركب دمية تكفيرنا إزانا أضع عسكتي دليل سمعية لو عدا إذا تلازم كدحي بينهما وعقلية ذهنية لا ينفك أحدهما عن الآخر إذا ما كودة جناية وركا أساقنا وكفر يانا إجمع بان كودة عني نينك قابي مركا نينك قابي وسمعي مركا باب قرن واكحرانية نينك قابا كفر هو عقل حكم عقلي قابينا وحالورنا يا تختار الروح منه قفي عقلي لو قرطاه لبدا أنا ودد بس كذا خلنا إن بدن هذا وهذا شيء يقول قفي هاي أو ذي اللوي ذي أصر مساك تيسوى حكم عقلي لكن خطأ يقف كذي بشرع له مرنا قال لي ما كذب تا مرنا أي سن كذب جيني مثلا ويل توجد سنة يوتمت توجد سنة يوتمت ولي أنا ملوك توجد سنة ما أعرف حتى الحاجات اللي بكو قوة ماش عسكب تاسانو شيء نابكو هذه كوبا شيء شغلها لو حلل وضع السيطات دي كوبا لقف معدي ونقفتي نظام مال نحضر كقطن شليبكي وتكسر كردكتي كوبا دافي محلضه ود انت رارتي التخطئه والتصويب هنا حاجات كقضانيسه وحكم عقليه وحكم عقليه لو ان باكو يمد من نوع عسى ادو عصا ترغنا ومدويا سيد كوغات واد كلا دوانتين بعض لهذا الاختلاف والتماثل مع الوقرطة بالعقل الإصابة والخطأ أنا بالعقل لبضا إني كلا دويين إني إسكمديهين إني إسليقيهين إني وحسنيريهين الزيادة والنقصان ومس قضية عقلية قضية عقلية وين نينكي مركو قرآن كوا مخلوق إنه قفي عقلي وقرن قرطها معايا لي عقلي وكو قرنت وحاله صفة أنا وصفة ذاتية صفة ذاتية عقل حكم أحد كإسكاله الصفة وتابعة للموصوف صفة وحلوي قانا وحير رعدة موصوف كذا أحد كإسكاله الرعدة أيضا هذين مخلوقا نقطه عقل حكينا يا إن أحد كإسكاله عنه المخلوق يا هذا وني وخلدنتها إلهنا مخلوق ما هي وهو رب العالمين خالق السماوات والأرض وي قفكو إنو خلدين يا عقلك مجرد كوغانا كرتا التخطئة هنا وحكم عقلي لكن خطئي شرعته اسكن ميزان كما دقين هل حكمنا مصي نبالغوله خطأ مركا أن قفي انصر مسيكتي إنو قال لي ما ياي ودينك كغبحي أنا كغبحي ومثل أبان دليل سمعي على القرآن كرا أشاعرة صدى كدوطة محايا إلي كفرجا عقلجا إيه واجبية قالني ماذا وكفرجا كان صدى إلى هنا كجاهل نقطه شرعات كجاهل نقطه إسلام كجاهل نقطه قطعا صفات كبركوده ولا كجاهل نقطه قالني ما كيني تشرين إن أن كجاهل نقطه القرآن كأنه صم مخلوق أن كجاهل نقطه ما كيني سال يقول يا إله أن كجاهل هاي هل كاسة يقول هذا هي إشكالات كاسة قضية ده كوتشيرا إشكال قدام بيه مركا أن ربنا برجو حوي كفرجي نصا قصر القرآن بصيغة اسم الفاعل مع المبالغة أي وحال يدوى كفر دون كفر ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون وأصرح نص في كتاب الله في التكفير مسهل لسان نص كعد قرآن كوكوميت جيرو من سورة الفاتحة إلى سورة الناس آخرية نصوص سدا وعد باسم الفاعل مع الحصر والقصر مع المبالغة يوحى ليلي عند بعض الناس أو جماهير المعاصرين معين هذين وكفر أصلا قال لما معه كفر النوع عصابة قال لما وين نقوم وهي مد مآليا لازمة روح حقوقيسو لحد إشكال كتيران سيادة وقالك كفر أكبر ضدك وقو حكوميسا إشكالك وحيد كربا إناد جواب كبحيسان آد نوغا فرصتان مهمد وحاوي مسألة أنواع من مواقف العقول لا من مجاريها بالاتفاق قضية التكفير بالمآل قضية دقيقة جدا آد نوغا فرصة السلف كنا هل ما أيوه ما أخذ بيلي ما كنت تكفير ليا روح أي أركان أم مقارنة صورانية حق إنه فهنسان غالبا وركيزا وحكاد عليا حوالي وحلو حكومة يا تصوره للمقالة وهيكسر قادين التزاما بالمآل التزاما باللازم حقيقة المقالة مربوطة فهم يسو وغير هذا فهنسان تي حقيقة وحي تقرن يسو شئت أم أبيت وحن كسو قاضينا لازم كأن الأقراطي سلف وقاف كاسي مركب ضبق الشؤون قضية حكومية. إذن لكن خلاف ضمن مسألة كي عليه سلف كنا قضية ضنين كان قرآن كوا مخلوق إن لك قال شيء خلاف باكت شرا إجماع كما جرى بينهم إجماع أحاديث كأمام مقارن للفتنة إنه سن حجاه وإذن سن شيء متك حجة في التكفير هنا وحاوي متك سابقة إشكال كذا قربان كهلا كفر صدا قاعدة صدحات حال سوق خلافي وأهل قبل سوق خلافين كفره محكم عقلي من الأحكام العقلية 150 الأحكام السمعية فقيل عقلي وقيل سمعي عقلي محل ولا كفره وحقائق ذا عقل بن آدم كي لا يؤسي وهليل كرو وغان كرو سيدا الشركي اوكالي هي تنديدك سيدا التوحيد كلو فهم اي اوكالي لمن هالكا سيتاقي لمن وحيدا ما يوا سمعي كفري لما قران كرو الى شريعته يا النبي نوع عبدي علي الرسول كي لا يدام وحن وقالنمو وحن قالنمو ماها لما كرا قراني صوابكم هو معي كفر هو حكم عقلي من حيث الجملة لكن منهم ما هو سمعي ومنهم ما هو عقلي رأيي أمرك هو قول أهل السنة والجماعة وأنا قول الحنفية وأنا قول جمهور الأشعرية إلا إذا كفر والتكفير هو حكم سمعي وقول المعتزلة القدرية الأشرار وحصلوا كله سلف كي أبتر مجره رأي الحنفية أبتر كمالها جمهور الأشاعرة مقبان أهل السنة مقابان أبو نصر السجزي وركوتري السلف هو باطل لا أصل له قل يا شاعر والله الضوء بلا يوم كنت عثوري مركز أهل البدع عين بدن كنت حشت والله الضوء ويكون صامين هيان أرضي ولا معلم كيسة ميرون بوقع كذا إني كان أسبوع لجو بتيت هوتيل لدكتو باقي كيسي هذا الكيسي وحبها كذا هاري كل أحرق وتسوق حرقون هيي كل أربط تسوق لتن هيي بن آدم هو مصيبة أطق وجذاب بن آدم وحير الله نورات وحوك هذا تجي ما دعي كرته صدر تقبل كفر أهل البدع كعررة السلف وحكى السجان يحكام توضا مكات في رسو يفتاوذ وحيقبان قيبك من عبدين حكمون هاي كفرقو يتكفركو عقلي حنفينا أيوه كنت تكسدين أشاعرنا ويعبدين إلا إلى الكفر والتكفير والسمع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة ومذهب خاصة المعتزلية القدرية الأشراف أيها إسكاله نيكو كرة عينا أيها التقليدي أو شهادة إسكالي إلالية وحضرك كرتان مركة قاركود نيكو أرنوية تكفيرك أم كفرك والشرع أم والسمع مكوضة تعديد مكوضة نيك أهل السنة أما حنفي يذكو أراك تأصوك ولا كفرك أما تكفيرك والسمع مكوضة العقوبة عليه لبا كلا دوان وحا انو الذنب ياهي او قالنيمه ياهي عقلك لو غران كرا لكن ان لو عقابي ان لو عافيه عقلك ما كيني كرو عقل وحو غران كرا ان عقاب مدن تاهي احد كجفي حد قدبه ان لعنانتا ما العقاب انو مدن عقل وا غران كرا لبدان اسو خلدين لكن ايقاع العذاب اما تعذيب المجرم عقله ما قرنكرو لأن العفو جائز على الكريم إله هو كريم أحد كحد قالوا بي أمان قال لما قل إنه عذابه وعليه إنه عافينا وعليه مركب مجو سنكرت لابد أحد كخلضمي نار بقليه كي كفر قل نار بقواريه هوش هذا المليهد لأن العفو جائز على الكريم رب العالمين هوش إسكائل عليه لا مركب يعني لسو خلدن كفر وعذابه والمسألة سمعية إلا في أمر الضعف ومسألة سمعية لكن وحن كفر يا أما قال لمن يحلو قران كرا بالعقل والنظر لبضع مركي أن لسوح الدنا لما أقوله هذا وين لو كلفام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بإلهي وما كنا معذبين معلقة الله يا عذاب لكن رب حوش إن يموتين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم أتقرنيس القرآن كأخرية مال والبا إني عقاب موتان أو عقوبة موتان أو مجرمين نبي الله نوح يهود إن أنتم إلا مفترون أيون أحملوا شيء بالمفترين بدل نبي موسى سيدو وكالي وابن آدم هو لقوا حكومة يا فالقوض يا قول قضاء لقوا عضين طغاديين مفسدين خاطئين ظلميين فجريين مشركين القرآن مالك لو عضين إني موتان لعذابه لكن سمعوا حاله يقولوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وحل الان في الذي دوامه والتعذيب التعذيب كنا هو حكم سمع نقاش بك مجره تا كان هذا امنو وحن كان هلينا روح عن فلكيسي انه كفري انه قال لي عقله وما فهم كره هو فهمها لماذا؟ من كان انه لبا شيء عابده انه هل شيء عابده وكذا قرنيس حوتي ميد هذو ولقى الدين مقال لكن عقلك سيئ ليش عبد القادر نبريها هي إلهي نبريها هي هل هذا لغة وفطرة وعقل هذا مشرك يو ذا شيء الله هي مخلوق وحسك قدر عليه فهو مشرك لغة وفطرة وعقلا ويدو حقوق تمد تينيس إليه كل عابد ودب يدف بالله لا هذا هل هذا موحد التوحيد والتنديد والتشريك ومسألة عقلية labada inay kulmi karin ninkan ilaahay kaligiis isu dhiibay kana oo baasho wadar ka dhigay iyo ishtiraab iyo balka shuraaka ka dhigay banaanka ku cadda banaanka ku taala ninkan inuu mujrim yahay rabbul alamin haqiisana aadamasiina ku caddaanays laakiin illa cadaabo oo naar lagu waariyo ama la cafiyo waxa uu taala ahad ka lagu khaldamay allah iskale inuu cafiyo إنسان عفين صادرت با إلهي عدي إنسان عفين المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دام رافض الشرك والكفر إن مسألة سمعية تاي صادرت بالصحابة قالوا كوخل ضمير نبي يسكد صحابي صلوات ربي وسلامه عليه أبو طالب إلهي بن كوبر يا هيا إنه كودا بدافه ما لم أنهى عنك هذا لا يكريب هو يدي أو شركة كل ما تي سيد علماء أنو عبدين شافعية ذا يوم أبي بسكوت كما في صحيح مسلم إنه دم بداف ربي هو يديه علي بسكوت داي صحابة بسكوت داي إلى كسر دكتي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مثلا مسألة عقلية معها ومسألة سمعية خبرية يعني لسوق خالد مرك قل يضب الله دقما وإلهي إيمانك كقال وركز الصحابة شركة كل على واك مشرك بيدم لا فربو ويدين يار محاسك قدر المضي المقامات السمعية وكقدر المطيع المقامات العقلية الحكم العقلي يسنك قد من الحكم السمعي كلام فهم على بعض قاعدة أفراد بدي وقت يقول يا راضي إبراروشية إن شاء الله ساعدنا الله في مرة قاعدة أفراد طوائف توحيسكو وافقين أن التكفير يجري في المنتسبين إلى الإسلام ومسألة إجماعية بين أهل القبلة قال كوذي سني قوذبا بدعي قوذي سني قوذبا ضدك إسلام كالشيكتا هذا يكون عن واحد قال لما كان إلا قال يسينكروا ومسألة إجماع ومن أنكر فقد كفر اسك إلالية ما أهل لا إله إلا الله وتكفيرنا إنسان وعلى وركفير السوء بدار السباق وقوقا شاي وركاني قال لي موكيني كراه ما حد كوطا ما أهل لا إله إلا الله أن قال لي لقوا أجين بات كهالليسا مسه أو لا إله إلا الله لو هاي قال لما تقال ليسا محايا دادك إسلام كالشيكتا أما النصب شيكتا هذي قال لما كل عائل إلا قال ليسين ومسألة إجماع بين طوائف أهل القبلة بل وحاكم هذا دادك إجماعين قال ليسين تود إسلامنا الشيكاني أبو حامد حزم حولي فصلك قد تسمى بالإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلما إسلام كوحا شيكتا وكما حابصة بوري وحي إسلام شيكتو بنما يسكر عين وقال يا ومسلم هاي مثل طوائفة أو مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط وقالوا إن سورة يوسف ليس من القرآن وطوائفة كانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح وآخرون قالوا إن النبوة تكتسب بالعمل الصالح وآخرون قالوا قد يكون في الصالحين من هو أفضل من الأنبياء وأن من عرف الله حق معرفتي فقد سقطت عليهم عنهم الأعمال والشرائع وقال بعضهم بحلول الباري جل في علاه في أجسام خلقي كالحلاج وغيره تتكاثر حلول الإسلام بشيطان حالو إجماعي إني قالين سيدا قولي خوارجو يجيري صلاة اللي اسكرها بشان ما هي ولا برك عضوط فقعد أرورتي يرعد قلبك وحيدا أن سورة يوسف وقصة اللي قلتها قال له عبر قراتي قرآن كما كمد معها وليدي بقى كاملة أرواح رواي كلا جورتاه تناسق الأرواح روح دنتي الروح السمال ترتمت شري أنا قلنا في روحي عبد الله بجلس كذب هذا أنا جامع عبد الله مقر جامع بيسي جلس والنبي آدم نفتيسي وحيكون ترتا حسن روي كلام مثلا وتزارع جوده شغله وكمك عسلي بركة من الفاندان برا وقال انه عساجر هندي دا امك وحاسي قبان كو ادلو جوكي هندي دا ينبضن وكمدا وحاسي قبان تناسق الارواح نبي محمد نفتيسي قال يا هاني كجرتا بكولي مدح واوي تناسق الارواح قال يا هاني قاليين ولا شك فيهم بالاجماع وحاكمي قال يري نبي نمدو اختيار ربي ما هي وحلا شقيسن كرو ضد داشو ود نوراني اسكا دغتو ود خلوده بديسو اندها اسكو قبطو أو ظاهر نقطة عن غنرسا نبي ماشي صوفر ديا قولي أيون وقالوا قولي يجيبها كمدة بوري ضدك الصالحين تقالوا خيرك وحلقيه لك طيب كخير بدن وكفض بدن أنبياء رافضة كمدة أولاد ودا حتى ولدك يورنجني خاتم الأولياء من عرب الطائبة وركا كنت جاي يا أبو عبد الله حكيم الترمي اللي بس والجريو حتى لو قلت تكفيري وده زندقوا حكومين سيدنا نقطي قولي لي بقى كمذا إلهي سيد طبعا إنك أقرته حق معرفتي قرته وحلا قرب المجرو ومحاجرة شريعتني صلاتني هولها وحال الربا أن ربك قرته أضوني ما أتقايب تلقاعد هو جانسنتو هذا هو وحنا رب الصمين بقى صدق قلبك عقلك هذا فطرة هذا سفولة ربك أقرته حق المعرفة لو بانو تكاليف يا شرائع يا أعمال الله ما بانوا لأن وسائل بيعهد والوسائل إذا تحققت المقاصد سقطت هل كاسي كبحين لمن قال يقول على سكوت جماعي إسلام باشر تاني إن قالين إن عبد البر وحوله يسونا إجماع المسلمين على تكفير من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بشيء من القرآن أو سجد سجدة للصليب ونحو ذلك وإن كان مؤمنا بما سوى ذلك مصليا وحروف تيسي بس انتوا حكوا اجماعين برزقوا راعين يمكن النبي محمد عاي الدين كلاغا صار اما قرآن كقيب كمدة الدينية الدين كلاغا صار اما صنم اسجد هل سجود يوحي الله المال هدو دون هدو انت وحن كانوا دنبان امنسان هبتوا كذا هل كامدوا باتوا وكافر بالله العظيم واجماع المسلمين قضية مركب حوي اهل قبل حكوا اجماعين سنيهم وبدعيهم كافرهم ومسلمهم ويشكر راعين ضدك اسلام كالشيخ تقيبك همدا الا قال ليسي انيتاي واجب اجماعي وانا ضدك اللي يمد كفر معلوم من الدين بالضروره ومن انكر بعد قيام الحجه عليه فقد كفر انت اين الفاندم بلاده قاعده شنات اهل القبله وحكوا اجماعنا كفر ايمان اكبر مكلمان شرك توحيدنا ما كل مان أم القواعد بانوا وقعنا قاعدة أم القواعد قاعدة كستو تكفير يكفر الغشة أما لقاها الله هل كاسي الله ما يسا فاتح محل ليدي أم القرآن قاعدة نوام محل وأم القواعد لباتني دور قاعدة بأنه شيء دون كل جود تاني أصول الله بنية كفرك أكبر كأه إيمان معتبر لما كل ما سكلا أوبي كفرك أكبر كأه إيمان شرعي لما كل مكان إيمان لغوي أجره كما مشكورة هيو إيمان معتبرة وتكبد بالي سنارين أتكوارته إيوه قال لنا وين مقل مكران في آن واحد في شخص واحد روحكم مقل مكران إيمان هرية والهري كراوي قال لنا كدن بيسيد بوريسي قال لنا هريسي والهري كراوي إيمان كدن بيقو بوريي لكن إيمان معتبرة هو إسلام اللغوي حكومة هيو نارنا أتكبد بدأ آخرين أتكوارتو إياد قال لما وين قف بنا آدم وكموك المكران ننكي يكوك المكران المسلم معها أو شاسئات وإن ما لو خلق هذا اليوم الشافعي وعوري إن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك بحروفه وإمام الشافعي وعوري إسلام هي شركي مكولمان ما شراكوبان وحما ولاغان اسلام هي شركي لكن شركي الحول ولا يكره شيخ عبد القادر بد عابده مريمانا ود عابده بنت عمران نبي عيسانا ود عابده يوسف الكونين ود عابده شاب خمان ود عابده بدونا ود عابده الرفاع اسكو كان وها معاي اسكو ميل وشركه الله كلما دور قال لما اسكو كان ايمان كرته آخرت بينيس النبي محمد واد بينيس ما غش قال لي هو والله صلاة بينيس الزكاة والرميسة صوم كان واد بينيس والله قال لي ما هو كورانتا إنما النسيء زيادة في الكفر لكن إسلام هو شيء عزيز شرك الله ما كل مكره إسلام معها إلهي كريم والله قانسم شرك الله محي إلهي أحد كل الله قانسم وحلسكو قدره مسكين يسا مقسومة بكين يسا أبو الحسن الماورد مركو شرح الكيس وحوري يعني شافعي وحوجي ذا أنه قد يجتمع الشركان ولا يجتمع الشرك وإسلام وذا فقيه وشافعية وانقرنا يسان رقوا ووينه ولها أشاعرة وحي كتهم عن إنو حيوغو كتا أثر المعتزلة وابين ووركودي أصول إليه بدعة في التحسين والتقبيح ويسنودا كو خلافين أيو ديدي وأهل سنها وافقي مركز وحيد دين وحان كا أرسلنا اعتزال وباطل وركاس الإمام الطبري أبو جعفر وحسوق قوريي كتاب كيسي التبصير قرن إنسان وكان محالا أي ممتنعا مستحيلا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حالة واحدة وممتنع حنا سوق اجماع اهل القبله سوقوري كاغري كتاب كيس اهل القبله دم waxay isku waafaqeen buur inay mustahil tahay in kufri iyo iimaan ay ku kulmaan shakhsi waahida xilli qur'aan abu al-hasan al-ash'ari al-ummah qad ajma'at ala annahu la yasih an yakuna al-mukallaf mu'minan kafiran fi halin al-qibla ku waafaqeen in ruuhu mu'min kaafir noqon wuxuu ka hadlayaa kufrigi wayna iimaanki mu'tabarka أبو مسلم بن قاسم القرطبي من أئمة أهل السنة والجمهور والإيمان نية وقول وعمل وموافقة للسنة حر إيمانك ونية قول عمل موافقة السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل ويخرج بالكفر والفرسة وشو قال تفصيل دقيقة إيمانك أنت أمرك يمحوك قربا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بعضه كقرا إيمانكو دنبقنا وكل نقصان ويسكت ما ويقوى وحكوحه ويستاب العلم ويضعف إيمانكو بالجهل لكن حكبرا ويخرج بالكفر وحاجة وأدون كما أنهض ومقولي على سنة الشيطان يقوله وينقص بالكفر هذا أنت هذه الآية بوافع عليه ما قبان حتى وينقص بالكفر ما قبان ما هي قبان وجاهل متاول واحد عليه المكسر والله ما يستو ايمانك سيسي بوغنغميا قنجو جوغا وبوحا ودلق ليه وفرصدات دمدي بيكوس مريين ضدك الجهلة أم تأوينت الجالمة كل فلينية ما قابان قليها نبض إن كدجها جفادا وقاني إن حتى إيمان كذو جارها وحيرنا وعمل صنع ما قابان أهل السنة كتاب يقال عقيدة وحقبان وذات كان رسالة ولا مطبوعات تقانات يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية يقوى بالعلم ويضعف بالجهل ويخرج بالكفر. أبو عبد الله التيمي شارح البخاري قوام السنة والكيسي قوام السنة يقول أسعود محمد لأن هذا قيم بدنها بخاري وشرحي رحمكم مرة يقدنت أبيه بعد ما يستري صحيح مسلم وشرح كل بالله رحمه كقدنت أبيه بعد ما يستري أبي واضي وين قوام السنة اللي هذا الحج في الحج اسكاله امتحان كا فقيه فرديا شافعي يعني كاوي شن بقصدنا شن تجاريودي ويلك أيا شرحي سكحب ويلك ويل مصيبوها أبي لكن أبي بقوم بدنا لكن ويلك وانين بليروا فهم يسيا ما كذيرتها بحث الثمانية زي بارتانكو أباها ما سمعين كرو ووايري وشلعي وراوقي هولا بلن بعد دبعي وحوس كفوا ليسن هيا لكن وانا نغلايني ساسو حيريزا قيبت البخاري وكشحي ويلكو وحو دغاهايو واديابيسا ودغ مركه قيبت لا سو غار ورن هلكن ويلكي كغا دنت هلكن اسغا بشيغيا وو دعيني ويلكيسي تقريرات يربا اسكا نقطه نيك هذا الكيسي محاكم كالله ابو عبد الله التيمي اللي يقال هذا اللي ساد وحا وجاي من تيميه وحو كسو غوري نينكان ابو عبد الله التيمي ابن قوام السنة ابن تيمي والده ابن تيمي ماذا تيمي وابيه لو نسبين بدن الامام الكبير بالشيخ وحكاكس وقوريه ابا هذا لا في عم بولي هذا قيم بدن وسنه ضعف مركو كان الايات دي صحابه قال كذا اي كمر قدين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لبس جامك لقاها الحول والخلط بينهما لا يتصور ان ايمان هي كفر أكبر الله يسكت داره وحلف صورة يسنك واحد عكر معها فصيره إلى أن معناه لم يخلطوا صفة الكفر والإيمان ظاهرا وباطنا فحصل لهم الصفتان إيمان متقدم وكفر متأخر بأن كفروا بعد أن آمنوا ويجوز أن يكون معناه ينافق فيجمع بين الكفر والإيمان ظاهرا وباطنا وإن كانا لا يجتمعان ويبطل أحدهما الآخر ويبطل احدهما الاخر. ما كل مكرام مرنبا قال لي اسلامي مد كود باكا كالي بريني هاد بهاد كعي قال لي ما هريسي وحتى لو اسلاميه توحيد كان كو قباني فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين وي فخلوا سبيلهم. اسلام باكو هريي قال لي ما كو دعداي لئن اشرت ليحبطن وي ولو اشركوا لحبطوا وي ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله من بدل دينه فاقتلوه اسمه ايمان كرام ويكلا عاقين دارت مركو ذات كو عامنها هي او نين قال لما كو دفلين كوفي اسلام كو عامنها هي وحا ترادا اصل الاسلام با كوما اصحين كوما فريسن قاعد اكو فريسوت شيخ الاسلام ابن تيميه قاعده اهل السنه والجماعه وحاويا امرا كما ولاد احنا انفان سنين أن الإيمان قد يجتمع في الشخص إيمان وكفر وفسق وطاعة ومعصية وكذا وحكوه سبحانه وتعالى الله معي وكفرك أصغر كما أكبرك شيخ عضيني قولهم سلف يقول هذا إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كفرك مخرج كلمات وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر مركب الذي وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الاسلام بالكليه، كما قال الصحابه ابن عباس وغيره كفر دون كفر، وهذا قول عامه السلف والذي نص عليه احمد وغيره. شو شيء وحال الله وكفره اصغر كابا لكل مكر ايمانك معتبر كا، اما الكفر الاكبر هي ايمان معتبر اما كل مكرا، ابن القيم يقول في كتاب الصلاه الكفر والايمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر وربنا قال الله اسكم إيمان كرام قاعد المركب حاوي الإيمان الشرعي لما كل مكره كفر أكبر الإيمان المعتبر لما كن مكر كفر أكبر متكون هدو سجناو كيك لو برايا واجتماع النقيضين ومستحيل ارتفاعهما ومستحيل شيء ومدوي هاي يوا عديه وحباب بحية لكن هبين يمر وحباب بحية ديق سنمية بخيل وحباب بحية مجدي نور وحباب بحية إيمان وكفرنا واسدة سكري واسدة صدحات متجري كرتو كذلك الشرك والإسلام يعني لو خلدمين وهذا قاركود مركي كان الله ينبحث يعني وحكودي كان الإسلام والإيمان والشرك ضدان أي وجه هذا نقيضان لأنه التفصيل كان كالقاعدة مصطلح كلامي أما فلسفة أول وحلوق عضينا هي دبكة كوكيني ماي وقليل ديدانك هي نقيضانك اسكندويين أو ديدك قيبية والله ما قيبت كردقة قيب نقيضك التقانين هي قيب كلا كردقة لكن هذا وحلوجد وحوي والله بشي إن كل مكان روحنا متكود وسنكملنا كريم طبعا قال هاي محاطة مسلم عامل ويتقانا سؤال له فطران بيقان نبا يهبلو جنادا إنه بلنا هدان إسكو أركوينه والمتكلة وفضول بدن كيبا هدان إسكو شد المدونتان كهورين نبور هدان جنادا كاوا شد المدونتو أيام كهورين شد المدونتو ويهاد نيجي جنادا لقوا حكي جرا جهنم وجرا نيجي إسلامي ما لقوا قال لهم كل فلانية وركوا أنت هذا سمار وركوا يقرميس قد يدا مركا آديان لقوا خلدامين الأمة الإسلامية بدن بها هيستا أو لبسي بدن بها قضية لقاسنا قاعدة سي أم القواعد أبحي إسكا إلالية يعني لو خلطمين وحان روحي ما قلنا أيوة قال لما هذا مسلم هاد وهدك دقيسة ورد الله يدويل وحان أما قال لما ما هاد أكبر أما ويتا هاد هذا يتا هاد نينكي سميي وحان كتاب جامعكم مريا والله كان رسول المسلم هاي دي الكيزي عقاب سوى هول كلي أما حجها لغوقهم أما هؤلاء لا تماد لكن مسلم معها محير وصفتان متقابلتين الإسلام والشرك ومتقابلا إيمان وكفر واسد وكاله ندوى بكرو ديدية منافات باكرده القرآن كعدية حديث عديسة إجماع المسلمين بقولتهم وقضية فطرية عقلية يعني لغو خلنا نرجع أيضا أمة الإسلامية اللي هذا بنكون استعجلنا إن شاء الله تعالى فرق صوص على وينه قلبك السبت ده ديال ليلة